السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية تحت عنوان النمو السكاني من مرجع في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا الصفحة 188. إذا نبدأ بقراءة النص، بعد ذلك سننجز الأسئلة الخاصة بالفهم والأسئلة الخاصة بالظواهر اللغوية. إذا نبدأ بقراءة النص. إذا إن تزايد النمو السكاني في العالم يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغذاء والماء والعمل والخدمات في أنحاء العالم كافة، خاصة الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية الذي يعرف شحا في التساقطات المطرية وقلة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أن هذا التزايد السكاني غير منتظم، حيث إن النسبة الكبيرة من السكان تستقر في النصف الشمالي من الأرض، وكل هذا يجعل العالم أمام تحديات كبيرة منذرة بأزمة مائية. إذا هذا هو النص. إذا السؤال الأول، النضبط بالشكل التام ما تحته السطر في النص. إذا إن هذا التزايد إذا إن النسبة الكبيرة من السكان تستقر في النصف الشمالي من الأرض، وكل هذا يجعل العالم أمام تحديات كبيرة. إذا أمام ماذا؟ أمام تحديات كبيرة. إذا أمام تحديات كبيرة لماذا؟ لأن التحديات إذا مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. كبيرة إذا نعتبر لمنعوته، إذا يجب أن يكون منصوبا، كبيرة منذرة بأزمة مائية. إذا نمر الآن إلى السؤال الثاني. أضع شبكة مفردات كلمة زراعة. إذا بالنسبة لشبكة مفردات كلمة زراعة، إذا لدينا الماء، الأراضي، الغذاء، إنتاج، الطلب، التساقطات، الفلاحة. إذا كل هذه الكلمات فهي تندرج ضمن مفردات الكلمة زراعة. السؤال الموالي، أقترح عنوانا آخر للنص. إذا عنوان آخر للنص، يمكن أن نعنون النص بهذا العنوان: أزمة مائية تلوح في الأفق. أزمة مائية تلوح في الأفق. إذا السؤال الموالي، أستخرج من النص فكرة محورية. إذا بالنسبة للفكرة المحورية للنص، النمو السكاني المتزايد وأثره على الأمن الغذائي والمائي. إذا النمو السكاني المتزايد وأثره على الأمن الغذائي والمائي. أذكر الآثار السلبية التي يسببها تزايد النمو السكاني. إذا بالنسبة للآثار التي يسببها تزايد النمو السكاني، ارتفاع الطلب على الغذاء والماء والعمل والخدمات. إذا هذه هي الآثار السلبية التي إذا يسببها تزايد عدد السكان. نمر الآن إلى أنشطة الحصة الثانية. إذا السؤال الأول، أعرب. إذا الكلمتين يؤدي. إذا بالنسبة لي يؤدي، إذا يؤدي، يؤدي حسب موقعها في النص، إذا جاءت فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. منذرة، إذا منذرة حال مفردة منصوبة بتنوين الفتح. منذرة، إذا جاءت حال مفردة منصوبة بتنوين الفتح. إذا الجملة، يعرف شحا في التساقطات المطرية. إذا يعرف فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. شحا مفعول به منصوب بتنوين الفتح، في حرف جر، التساقطات اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره،
المطرية نعت حقيقي تابع لمنعوته في جميع صفاته وحركاته. نمر الآن إلى السؤال الموالي، أضع مكان الفراغ الحالة المطلوبة وأعربها. قرأت النص، إذا قرأت النص مثلا حال مفردة، سريعا سريعا مثلا، متأنيا متأنيا مثلا، متأنيا، مستمتعا مستمتعا مستمتعا. إذا إعراب الحال هنا، إذا سنقول حال مفردة منصوبة، إذا حال مفردة منصوبة، إذا إعراب الحال في يعني في الجملة الأولى، إذا سنقول حال مفردة منصوبة. إذا بالنسبة للجملة الموالية، سمعت الأستاذة، إذا سنوظف حال ويجب أن تكون عبارة عن جملة فعلية. سمعت الأستاذ يشرح 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 إذا يشرح. إذا بالنسبة للإعراب يشرح، إذا سنقول يشرح فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع بطبيعة الحال بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير، إذا ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو. والجملة الفعلية، والجملة الفعلية في محل نصب حال، في محل نصب حال، إذا والجملة الفعلية في محل نصب حال. نمر الآن إلى السؤال الموالي، أكمل الجملة بخبر مناسب. إن تزايد النمو السكاني، إذا يمكن أن نقول مثلا، إذا سنضيف كخبر إذا مناسب، إذا مقلق مقلق مقلق، إذا سنقول إن تزايد النمو السكاني ماذا مقلق. أستخرج من النص جمع تكسير وجمع مؤنث سالم. إذا بالنسبة لجمع التكسير التي وردت في النص، إذا لدينا إذا الأراضي، إذا جمع تكسير، إذا جمع تكسير، إذا لدينا الأراضي، إذا الأراضي، ثم لدينا إذا أنحاء العالم، إذا أنحاء أنحاء، إذا هذه الكلمات التي وردت جمع تكسير. بالنسبة لجمع مؤنث سالم، إذا جمع مؤنث سالم لدينا التساقطات، إذا لدينا إذا التساقطات، إذا التساقطات، لدينا كذلك الخدمات الخدمات. إذا سنرجع إلى النص لنوضح موضوع هذه الكلمات إذا في النص. إذا بالنسبة لي جمع التكسير كما قلت لدينا أنحائي، إذا جمع ناحية، ثم لدينا الأراضي جمع أرض. بالنسبة لجمع المؤنث السالم كما قلت لدينا الخدمات جمع خدمة، التساقطات إذا عبارة عن جمع مؤنث سالم. نمر الآن إلى السؤال الموالي، أكتب جمع الكلمات الآتية. إذا ماء غذاء مطر، إذا ماء جمع جمعها مياه مياه، إذا غذاء غذاء، إذا جمعها أغذية، إذا نقول أغذية أغذية. بالنسبة للكلمة الموالية مطر، إذا مطر
مطار. إذا جمع مطار أمطار، أمطار. إذا أمطار. إذا ماء مياه، غذاء أغذية، مطار أمطار. نمر الآن إلى السؤال الموالي، أكمل بوضع همزات مناسبة مكان النقط. سئيل، إذا الهمزة على الياء، لماذا؟ لأنها مكسورة. بطء على السطر، إذا ما قبلها ساكن. رئيس على، إذا الياء لأنها مكسورة، رئيس. رؤوس على الواو لأنها جاءت مضمومة وقبلها مضموم، إذا رؤوس. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم مع باقي دروس المرجع، دائما على نفس القناة، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.